خير واهلا وسهلا فيكم كيفكم؟ الحمد لله تمام. كيفك نور؟ الحمد لله تمام. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. وقبل ما نعرف التفاصيل اكيد الشيقه اللي راح نعرفها اكيد عن مشروعكم وعن انضمامكم لهالمسابقة، خلينا نعرف شوي عن المسابقة، قد ايه لها كم من سنة، بعدين هاي السنة عملتوها يمكن اونلاين صح؟ طب خلينا نشوف الفيديو وبعدين نرجع. يلا يلا نشوف الفيديو، في فيديو توضيحي وبعدين بنرجع نكمل معكم. لين الفيدياني and نور الدمالا. Hello, I am نور دلاهما and I'm from Amman, Jordan. And I'm لين الفيدياني from Amman, Jordan. And this is our presentation video for the finals. Every year, approximately 1.4 children die from unavailable clean drinking water. And 3.6 million people die from water-related diseases. Of that large number, 84% are children and 98% are living in the developing world. This presentation will discuss the importance of obtaining clean water resources and solutions to that major issue using fast food waste and renewable resources of energy. لين الفيدياني and نور. شفنا الفيديو التوضيحي ونعرف أكثر عن هذه المسابقة. هي مسابقة عالمية بشارك فيها العديد من الدول صح؟ تقريباً 150 دولة. بتصير كل سنة هاي المسابقة، بتكون في نيويورك. هاي السنة صارت أونلاين عشان كان في حرب أوكرانيا، فالمسابقة نفسها عملوها أونلاين. فقدم أكثر من 1600 مشروع من حول العالم لهاي المسابقة هاي السنة، ويوم احنا تأهلنا من الأردن وبعدين فزنا مركز ثاني. هيك احكي لنا، احنا تأهلنا هيك بنفس قوي يعني بثقة كبيرة، لأنه ما شاء الله عليكم يعني حتى المشروع اللي قدمتوه مشروع نوعا ما يعني متقدم حقيقة. نحكي أكثر عن المشروع، رح ننتقل لعند نور. خلينا نحكي عن المشروع، فكرته عن جد مختلفة، يعني عادة نطلع على المشاريع بس هذا المشروع بصراحة ممكن مميز. خلينا نحكي أكثر نور. هو إحنا أجتنا فكرة المشروع لما كنا هم لازم المشروع لازم تعمل مشروع صديق للبيئة. صديق للبيئة صحيح. فإحنا شفنا أنه مشكلة الفاست فود أو والمياه الملوثة هم مشكلتين كثير كبار في الدول. يعني بنحكي تقريبا أكثر من 3 مليون شخص بيموت كل سنة من اللي بيشربوا مياه ملوثة لعدم وجود المياه الصالحة للشرب يعني. فاجتنا الفكرة، وبنفس الوقت الفاست فود ويست هي مشكلة كثير كبيرة بأمريكا وبالدول الكبيرة. يعني تقريبا بنحكي انه بأمريكا كل سنة اكثر من 50 بليون باوند فاست فود ويست ما بيصير له اي شيء، بيضل بالدمبسترز او بيضل في النفايات وما بتحلل ولا بيصير له اي شيء. فهاي الويست هاي بضلها تتراكم عندهم، وبنفس الوقت المياه الملوثة هي كانت مشكلة في الدول، خصوصا دول أفريقيا والدول الثيرد وورلد كونتريز زي ما بسموها. فجتنا فكرة انه في كان انه نستخدم مواد عضوية عشان ننقي المي، وحرقنا حرقنا اللي هي بقايا الفاست فود الطعام الجاهز. لما نحرقهم على درجة حرارة معينة، عملنا بمختبرات تجارب كتير على هذا الموضوع، لما حرقنا هاي المخلفات قدرت انها تنقي 95% من المواد الثقيلة او المعادن الثقيلة الموجودة في المي اللي هي بتكون سامة هاي المواد. وكمان من خلال هاي التجارب اللي عملناها في المختبر استخدمنا او عملنا تجارب على اكثر من نوع للفاست فود، يعني مش نوع معين، عبين ما نشوف مين اللي بعطينا احسن نتيجة. فقدرنا وصلنا لاحسن نتيجة اللي هي 95% من المواد السامة. يعني أنا حاسة وأنتوا عم تحكوا إنه عم نحكي مع علماء هيك كبار وعندهم خبرة وتجارب، قد إيه كان سهل التجربة اليوم إنك أنتي تفكري بالمشروع تخططي تبلشي تشتغلي عليه وتبلشي تجرب؟ مين ساعدكم عشان توصلوا لهي المرحلة؟ هلا بالمختبرات ساعدنا، مختبرات المدرسة، ساعدنا الدكتور عماد حمادنا والدكتور يوسف دلاهمة، ساعدونا من ناحية إنه إحنا هاي التجارب صعب أنت تسويها لحالك، لازم يكون معك حدا بيشرف عليك وأنت بتسوي هاي التجارب. نعم. وساعدنا مدير المدرسة، مدرستنا. نعم. ومدير المدرسة نحب نوجه له شكر كثير كبير، استاذ يوسف الداوود. طبعا نوجه لأهليكم لمدارسكم، اهلنا ومدارسنا كانوا دعمونا في هذا المشروع يعني عشان جبنا هيك مركز، فنحب نوجه لهم شكر كثير كبير. يعني عم نحكي عن المركز الثاني عالميا ويعتبر المركز الاول عربيا يعني اللي فزتوا فيه. ايش معنى تخصص العلوم؟
يعني هلا في تخصصات كثير المسابقه، تصنيع وبرمجه وموسيقى ويعني كثير اشياء. اشمعنى العلوم؟ هلا المسابقه خلينا نحكي بارت العلوم هو فعلا اكثر بارت انت بتقدر تتعلم منه، لانه بارت العلوم بالذات انت لازم تعمل فيديو، فالفيديو هذا باخذ منك وقت، بدك تعمل فور ريسيرش، فانت هون احنا كسبنا خبره انه كيف نكتب ريسيرش. اوكي نحكي هذا الشيء الناس تتعلمه، خلينا نحكي بالجامعه وباخر سنين الجامعه وبعد الجامعه حتى. وبعد الجامعه حتى بس هو اللي هو بالعاده التربيه هي اللي بتحدد المشروع، لانه هي تقدمت بالمشروع واختارت العلوم وخصوصا المشاريع الصديقه للبيئه. مزبوط. نعم. بالضبط، يعني احنا تاهلنا من الاردن، فاللي اختارونا من الاردن احنا رحنا. طب أنا. السؤال هو قد ايه الواحد اليوم بيقدر يشتغل على حاله ويوصل لهي التجارب ويقدر يعرف انه في مسابقات عالميه بيقدر يستثمر فيها طاقاته وحتى خبراته؟ كيف تقدروا توصلوا لهي المعلومات حتى لو اذا مش من المدرسه؟ يعني احنا عم نحكي وزاره التربيه اعطتكم هاي المجال وهذه الفرصه، بتدوروا على مشاريع اخرى او مسابقات عالميه؟ هلا احنا انا مبدئيا في هذا المجال، مجال الروبوتكس والبرمجه بشكل عام والمشاريع هيك من سنه 2018، فدائما بحب اني ادور على مسابقات زي هيك، يعني ادور على مسابقات زي هيك عشان اشارك، و يعني فزت بأكثر من مسابقة على مستوى العالم من قبل، فإنه بحب أضل أدور على هيك مسابقات، فيب لقينا هالمسابقة وحبينا نشارك فيها عشان. وهلأ إحنا أصلاً عم بنجهز لمسابقة كمان كم من يوم بمصر. يا سلام. مسابقة الروبوت العربية. فعم بنجهز لها هينا، عم نشتغل عليها. روبوت. مسابقة الروبوت العربية بمشرم الشيخ. سومو روبوت، مسابقة سومو روبوت. بيكون في اثنين روبوتس في حلبة، الروبوت اللي بيطلع الثاني قبل. المباريات السومو يعني. سومو. اوكي. فهي عبارة عن روبوتكس هيك، انه تو روبوتس بتنافسوا مع بعض، فاحنا حاليا عم نجهز روبوتنا وحنسافر نفس الفريق. ومعنا كمان طالب مهدي وكوتش شفاء جابر. يعني بنوجه لهم تحية ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق بمسابقتكم الجاي بشرم الشيخ. رنا لما عم نحكي عن عدة دول، عدة مشاريع تقدمت، وأكيد يعني المشاريع على مستوى عالي زي مشروعكم. المشروع كانت قوية لأنه هي بالأخير مع المصارعة على مستوى العالم، فأنت لازم تنافس بمشروع قوي عشان تقدر تفوز 100%. وهذا شيء جميل انه موضوع انتم اخذتوا موضوع حديث العالم، قدرتوا تلاقوا فيه حلول، وان شاء الله بيقدر يكون في تطبيق كمان عملي حتى يقدروا يحلوا هاي المشكله. كيف شفتوا المشاريع اللي تم تقديمها؟ قد ايه تعلمتوا؟ قد ايه في اشياء ممكن تكون كانت غايبه عن بالكم تفاجأتوا وشفتوها واضافت لكم؟ كان في مستويات عاليه للمشاريع كثير، يعني استفدنا من مشاريع الناس الثانيين، انه شفنا كيف جد كيف بيفكروا وايش بيعملوا مشاريعهم، فيب كان في مشاريع كثير برضه كثير منيحه، فاستفدنا اكيد. شو لفت نظرك رنا في ايش؟ في مشروع نور عفوا، في مشروع كان هو هسه بارت العلوم، في اكثر من بارت، في بورت كان عن الاوتيزم او التوحد. كانوا عاملين زي اسواره، هاي الاسواره بتقدر تساعد الشخص المتوحد انه ما يعمل ديفلوبينج للاوتيزم، يعني الاوتيزم ما يتطور معه. فهذا كان مشروع كثير لفت نظري، انه يعني في هاي الاشياء الميديكال عادي، انه والله احنا عمر 16 18 نبلش ندخل في الميديكال فيلد. طبعا طبعا طبعا، والكل قادر يعني بالضبط. الانجازات ما لها علاقه بالعمر، بالعكس لها علاقه قد ايه بتجرب وقد ايه بتغامر، قد ايه بتشتغل على حالك. قد ايه حلو اليوم انك انت عربي اردني يعني وبعمر صغير كمان، وسيدات عم بيطلعوا بمرتبة ثانية على مستوى العالم بمشروع العلوم. قدي اليوم أنا شايفتكم إن شاء الله يا رب هيك يعني بالمستقبل القريب تنتين ناجحات من الأسماء اللي دائما رح تنذكر بمسابقات عالمية. حتى حديثهم لاحظتي ساندرا اليوم أنتوا قاعدين واثقين من حالكم عم تحكوا بمشاريعكم. أي صفوف رنا؟ أول ثانوي. أول ثانوي. عارفين شو بدكم تدرسوا؟ بالجامعة. أنا مبدئيا هندسة ميكانيك. إن شاء الله. أنا بحب هندسة ميكاترونكس. حددين الهدف. يعني كيف بتشتغلوا على حالكم حتى يستفيدوا منكم كتير من اللي عم بيحضرونا اللي بعمركم أو أصغر أو أكبر، لتقدروا تطوروا مهاراتكم، تطوروا فعلياً. ضلكم up to date بالمعلومات العالمية، لأنه إحنا بنعرف أكيد إحنا يعني واصلين مرحلة كتير حلوة، والواضح وجودكم بالأردن من الأبحاث، ولكن كمان العالم أيضا عنده أبحاثه الخاصة. وحتى بالأردن، حتى الأردن في كثير ناس فعليا داخلة في مجال الروبوتكس، يعني أنا
الناس اللي انت تتعلم منهم ممكن يكونوا اكبر منك بس بسنتين او اقل حتى. صح، تتعلم منهم صح. تتعلم منهم انه لا يعني مش العمر ما له دخل، ما يعني له علاقه طبعا. وبلس انت بتخلص مرحله على مستوى الوطن بتبلش على مستوى العالم. احنا فزنا مسابقه على مستوى الاردن، بعدين فزنا مسابقات ثانيه بلشنا ندخل على العالم. اول ما فزنا على مستوى الاردن وبعدين على مستوى الوطن العربي بلشنا نبلش على المسابقات العالميه. لانه بالاخير هاي المسابقات لتسي هاي المسابقه مثلا الجائزه تبعتها كانت سكولرشيب، ف بتساعدك تدرس التخصص اللي انت بتحبه وتتطور في المجال اللي انت حابه كمان. طبعا طبعا. بدي ارجع لك لين، قد ايه دور الاهل اليوم مهم بتحفيزكم؟ يعني اكيد مو شرط انه على فكره الطالب الناجح او المتسابق الناجح يكون في حواليه ناس داعمين، يمكن الدعم يكون من الداخل، بس قد ايه بياثر اليوم وجود الاهل بده يكونوا داعمين؟ اهلي مبدئيا كانوا داعميني من زمان، من اول ما بلشت في هذا الاشي، يعني هم اللي اعطوني الدافع اني ابلش في هذا المجال. فبلشت يعني كانوا داعميني من اول المشوار لحد هلا، وفعن جد بحب اوجه لهم شكر كثير كبير. طبعا احنا نوجه لهم تحيه لاهلك ولاهل نور كمان. طيب انا بدي اسال نور سؤال له علاقه، واكيد يعني اذا بتحب تشاركنا في لين، موضوع انه هاي الاشياء بتلهي عن الدراسه. يعني في كثير من الاهل بيقولوا خليك بدراستك، افلح على القليلة بالإشي اللي عم تدرس فيه، جيب لي معدل. هلأ أنت بدك تشتت حالك، تقعد تحضر لي فيديوهات وتقعد تقرأ أشياء لهاش دخل بالمنهاج. فاحكيوا لي من تجربتكم الخاصة، أنا عارفة الإجابة بس أنا بدي أسمع منكم أنتم. هلأ هي فعليا أنت بالأخير لازم توازن، يعني ما بنفع برضو أنا طول الوقت أكون مشتغلة في الروبوتكس وما بدرس، ما بنتبه على دراستي. برافو. ففعليا إحنا في المدرسة كنا ماخذين حصص الفراغ، بنطلع بنشتغل في مختبر الروبوتكس، بنشتغل على المشروع، بننزل بنروح بتحل الواجبات تدرس دراستك بعدين بتبلش تشتغل على المشروع. وساعدنا كمان انه بالاخير المدرسه كانت كثير عم بتساعدنا من ناحيه تنظيم دراستنا، يعني مثلا حصص اضطرينا ما ناخذها بيرجعوا بيعيدوا لنا اياها كاملين. وهيك بلشنا نوازن بين انه الدراسه ما تاثر، المشروع هذا ما ياثر ابدا ابدا على دراستنا، خصوصا ان احنا كنا بفتره فاينلز حتى وقت ما شاء الله عليكم وقت المسابقه. في كثير ناس جد بيعترضوا على هذا الموضوع انه انت عم تلتهي عن دراستك عشان مسابقات. هلا مبدئيا او بمنعوك تشارك باي انشطه خارجيه بس مدرسه ودراسه. طبعا في كثير اهالي صح. هلا انا كنت مبدئيا هيك انه بس مدرسه ودراسه ومعدل عالي وهيك، بعدين لما بلشت انه شوي افتح مخي على الاشياء اللي جد حوالي انه بقدر اشارك بمجالات تانية، ففعليا اشي بوسع المدارك. انت طبعاً بتستفيد طبعاً طبعاً. حتى لو ما شاركت يعني مسابقات، فكره انك انت مثلا تشتغل على مشروع انت حابه على الويك اند، تشتغل بايدك، هاي لحالها شهاده انك تجرب، هاي تتعلم الميكانيزم تبعت كيف اليوم التواصل مع العالم الاخر خبره. المدارس احنا بندرس فيها عشان نمتحن، لكن التجارب والحياه والتحديات اللي بنمرق فيها اليوم احنا بنمتحن وبعدين بنتعلم. تدريب بين وهلا صار اسهل انك توصل للعالميه، يعني خلينا نحكي انك تتواصل مع ناس من برا العالم، من برا الوطن العربي، صار كثير اسهل. صح. يعني بتذكر واحد من مشاريعنا حكيته هيك ان جنرال، لقيت حدا من الناس عم بيحكي معنا بيحكي لنا احنا نساعدكم في المشروع. فانه هاي المشاريع انه صار اسهل هلا انك توصل عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق السريع. عشان قبل الختام، في مشاريع غير مشروعكم اللي هو بعد يومين رح تسافر ان شاء الله على مصر وتاخذوا جائزه ونرجع نستضيفكم عشان نحتفل معاكم، بدي اشوف اذا في عندكم مشاريع لنهايه 2022. هلا مبدئيا احنا حنبلش توجيهي، فشوي هاي المرحله انه حنوقف شوي بس نخلص توجيهي ان شاء الله حنكمل في الجامعه مشاريع وهيك. فهاي اخر مسابقه، هاي اخر مسابقه خلص. ان شاء الله يا رب موفقين بمسابقه الروبوت اللي بشرم الشيخ اللي عم بتشاركوا فيها اكيد بروبوت السومو، وان شاء الله يا رب بتفوزوا وترجعوا لنا اكيد بالمرتبه الاولى. بدنا نشكرك لين فتياني، الف مبروك. نور دلاهمه كمان الف مبروك، ان شاء الله من هالعالم موفقين بالتوجيه كمان ان شاء الله. بس ما بنخاف عليكم، ان شاء الله الله يبعث لكم ايام حلوه فيها كل النجاح. ان شاء الله يا رب نشوفهم من الاوائل، بنرجع نستضيفهم نحتفل احنا وياهم. مبروك علينا احنا كأردنيين ومواطنين، نشجع ابنائنا، مبروك على اهاليهم وعلى مدارسهم.